كل تخصص مع الجامعات الإدارية المتخصصة في الموضوع. تمام؟ يعني بتوع الكوميونيكيشن بيهم إيه؟ بيهم الجامعات بتاعتهم، بتوع مثلا اللي هم كمبيوتر ساينس الجامعات بتاعتهم، بتوع كذا، كل واحد مع الجامعة بتاعته. فكانت يعني بتبقى إيه؟ فرصة كويسة. كويسة جدا صح. زي ما بدأنا مع بعض في تعريف دور القرار، وبعدين قلنا مع بعض إن إحنا في عندنا سكيلز بنستخدمها لقياس درجة الحرارة. السكيل الأساسي أو اللي هو طبقا للستاندرد الـ SI unit هو المستعمل اللي بنسموه منطلق أو بيستخدم الكلفن، وده بيعتمد بشكل أساسي على أوسيليت زيرو. ثم الدجري سنتيجري أو الدجري سيليزيوس ده بيعتمد على مين؟ ده بيعتمد على الفريم بارك فلوتر، وبناء عليه بيبقى في تحويلات إما من سيليزيوس الكلفن أو من سيليزيوس الفريم أو من كلفن بي سيليزيوس وهكذا. والتحويلات دي اللي هي موجودة قدامنا هنا. أشهر تحويل إن لو سيليزيوس ممكن نحولها لكلمة ازاي؟ احنا نجمع عليها 273 و15 من المحمل. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة ديت. وهنا ده اللي هو السكيلز بتاعتنا اللي بيوضح العلاقة ما بين النقط المختلفة اللي موجودة معاها. يعني مثلا النقطة بتاعت الايه؟ الزيرو كيلفن هي الكيلفن كام بالنسبة للسيليزيوس سالب 273 و15 اللي هي نقطة التريبل بوينت اللي موجودة معانا. أما زيرو سيليزيوس اللي هو الكيلفن 273 كده. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمقاييس بتاعة الحرارة. المحاضرة بتاعتنا النهاردة بتتكلم بشكل أساسي على ثيرمو ريزيستيف سنسورز. فاكرين إن إحنا قلنا بنقسم السنسورز بناء على عدة كريتيريز أو عدة عوامل كتيرة، منها مين؟ الفيزيكال بروبرتي اللي هو معتمد عليها. فهنا معنى ثيرمو ريزيستيف معناها هي السنسورز اللي بتحول تغير في درجة الحرارة إلى تغير في قيمة المقاومة يمكن قراءته بطريقة أو بأخرى. تحت المجال ده تحت السيرمو ريزيستنت بيقع تو سنسورز رئيسيين. السنسور الاولاني اللي احنا بنسميه ريزيستنس تمبريتشر ديتكتور او اختصارا الار تي دي. السيرمو او النوع الثاني السنسور الثاني اللي هو سيرموستاتس اللي هو اختصار كلمه سيرمال ريزيستنت، اختصار مقاومه حراريه. بالنسبه للنوع الاولاني اللي هو الار تي دي، ده بيعتمد بشكل اساسي على استخدام ماتيريالز. الماتيريالز اللي هي قيمه المقاومه بتاعتها بتختلف باختلاف او زياده درجه الحراره. والماتيريالز اللي هي بتبقى في الغالب ليها بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت للريزيستنس. يعني ايه بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت للريزيستنس؟ لما هنكتب المعادله بتاعت المقاومه نلقى معادله المقاومه فانكشن في التمبريتشر وفي كوفيشنتس موجوده معاها. الكوفيشنتس اللي هي بتبقى الاشاره بتاعتها منكبه، معناها كل ما تزيد درجه الحراره قيمه المقاومه مالها تزيد. لأن في ماتيريال العكس الموجود معنا. فده بالنسبة للجزء الأول. الآر تي دي في نوع جديد موجود منها بيقوم على مين؟ على استخدام السيليكون. ودي بنسميها سيليكون بيست ريزيستنس تمبريتشر ديتكتور. الميزة بقى بتاعته هنا إن الحجم بتاعه بيبقى أصغر بكتير جدا من الحجم بتاع دول، لأن هنشوف مشكلته ده بنحتاج لينسز كبيرة جدا منه. لكن الحجم بتاع السيليكون بيست ده ماله؟ بيبقى صغير. بالإضافة لكده قيم المقاومات منها السيلكون بتبقى اكبر بكتير جدا من قيم المقاومات بتاعه الميتالز، لان الميتالز احنا عارفين انها عناصر موصله للحراره، عناصر موصله جيده للتيار الكهربي، وبالتالي مقاومتها هي في حد ذاتها صغيره، وبالتالي التغير في قيمه المقاومه هيبقى صغير. لكن هنا المبنى على السيلكون لا، هيديني قيم التغيرات في المقاومه مالها كبيره شويه. هنا احنا بنتكلم في حدود اومز او تنز اوف اومز، عشرات الاومز. اما هنا احنا بنتكلم في حدود ايه؟ 1 كيلو اوم والمضاعفات بتاعتها. النوع الثاني السنسورز الموجوده معانا هي عباره عن سنسورز بتعتمد بشكل اساسي على استخدام السيمي كوندكتورز. بتعتمد بشكل اساسي على استخدام السيمي كوندكتورز. وبالتالي التمبريتشر كوفيشنز بتاعها بيبقى ماله؟ نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنز اوف ريزيستنس. معناها ان بزياده درجه الحراره قيمه المقاومه هتبدا تنخفض. على الرغم من ان انا ممكن اعمل سيمي كوندكتور ماتيريال ليها تمبريتشر كوفيشنز عباره عن مين؟ بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنز اوف ريزيستنس. تعال نشوف اول نوع موجود معانا. اول نوع اللي هو ريزيستنس تمبريتشر ديتكتورز. الفكره بتقوم على المبادئ الاساسيه اللي احنا عارفينها من دراستنا للكهربائيه. لو عندنا اي ماتيريال معينه ليها لينس مقدار واحد وليها كوندكتيفيتي توصيليه مقدارها سيجما وليها كروس سيكشنال اريا مساحه مقطع مقدارها اس. فان قيمه المقاومه عارفين انها بتتناسب تناسب طرد مع اللينس، تتناسب تناسب عكسي مع الكروس سيكشنال اريا، تتناسب تناسب
عكس مع الكوندكتيفيتي. فالعلاقه المشهوره للمقاومه بتاعتنا هي مين؟ R بتساوي L على سيجما في S، واليونتس بتاعتها عباره عن مين؟ عباره عن كوما. بس احنا بنتكلم ان الار تي دي مالها؟ هي سنسورز بتقوم على استخدام ماتيريالز مناسبه. زي ايه ماتيريالز دي؟ بلاتينيوم، نيكل، كبر، تمام؟ اعتمادا على التطبيق والمدى اللي انت هتبدا تشتغل عليه والكوست بتاعتك. الفكره بتاعتها بتعتمد على ان الماتيريالز دي اي يحصل اي تغير في درجه الحراره بيتحول لتغير في مين؟ في الريزستنس بتاعتك. بس فين درجه الحراره هنا؟ درجه الحراره هنا موجوده جوه الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي بتاع الميتالز وبتاعت مواد كتيره جدا لحسن الحظ انها فانكشن في التمبريتشر، يعني بتختلف قيمتها باختلاف درجه الحراره. وبالتالي طالما ده بيختلف باختلاف درجه الحراره يبقى اذا قيمه المقاومه نفسها هتختلف باختلاف قيمه الحراره، وبالتالي احنا نقدر نستفيد منها في عمل مين؟ سنسور. نيجي نبص كده على العلاقه بتاعت الكوندكتيفيتي بتاعتي وعلاقتها ايه بدرجه الحراره. نلقى الكوندكتيفيتي بتاعتي مالها؟ بتزيد بزياده درجه الحراره. فنلاقي العلاقه بتاعتها بتاعت سيجما بتساوي سيجما نوت، حيث سيجما نوت قيمه الكوندكتيفيتي عند ايه؟ عند الكاركترستيك تمبريتشر، عند تمبريتشر محدده. ممكن تبقى عند 20 دي اي، عند 20 ديجري سنتيجري، اللي هو بنسميها الريفرنس تمبريتشر. مقسومه على 1 زائد الفا، الالفا ده اللي هو مين؟ فاكرين لما احنا كنا بنقول التمبريتشر كوفيشن بتاعنا يا اما بوزيتيف تمبريتشر كوفيشن او نيجاتيف تمبريتشر كوفيشن، هو ده عباره عن التمبريتشر كوفيشن في المرور المعامل الحالي، اللي هو بيوضح لك قد ايه بتتغير قيمه ايه الكونتكتيفيتي مقابل تغير درجه الحراره. مضروبه في تي ناقص تي مول، حيث التي هي عباره عن مين؟ درجه الحراره اللي انا قايسها دلوقتي. يبقى واضح جدا كده ان احنا لو خدنا العلاقه دي ورحنا عوضنا في المعادله بتاعتنا اصبحت كده قيمه المقاومه مالها بتعتمد بشكل اساسي على درجه الحراره. فلما نيجي ناخد تاني ونحطها في المقام اللي موجود معانا، فمقام المقام هيطلع فين؟ هيطلع في البسط. فهتبقى الار بتساوي كام بقى؟ بتساوي ال على اس في 1 زائد الفا في تي ناقص تي مود، مقسومه على كام؟ مقسومه على سيجما مود، وبالتالي تصبح العلاقه بتاعتنا بالشكل ده. يبقى قيمة المقاومة أصبحت فانكشن في درجة الحرارة بتساوي ال على سيجما مود في اس، ال ده اللي هو الطول بتاع الايه؟ الكوندكتور، وفاضلين ان هو ثابت ما بيتغيرش مع تغير درجة الحرارة، والاس أيضا الكروس سيكشنال اريا وفاضلين انها ثابتة مع درجة الحرارة، والسيجما مود اللي هي مين؟ قيمة الكوندكتيفيتي عن الريفرنس تمبريتشر، درجة الحرارة بنثبتها. ممكن بتبقى في الغالب 20 ديجري سنتيجريد، فبنقيس الكوندكتيفيتي عندها، دي بتبقى السيجما نوت. بعد كده بنبدا نقارن. في 1 زائد الفا في تي ناقص تي، فده المعدل اللي هي موجوده ايه؟ موجوده معانا. الحقيقه طالما المقدار اللي بالازرق ده زي ما احنا قلنا مقدار ثابت، فبناخده وبنبدا نعرفه بقيمه مقاومه مالها ار نوت، ودي بنسميها البيز ريزيستنس. مين البيز ريزيستنس؟ هي قيمه درجه حراره السنسور عند الريفرنس تمبريتشر تيم، القيمه الاصليه اللي انا ببدا ابني عليها، واللي بعد كده انا يا بزيد يا بقل ايه؟ بقل عليها. لحسن الحظ العلاقه دي زي ما احنا شايفين كده علاقه مالها؟ علاقه لينير. لان كل ما بتزيد درجه الحراره هتبدا بتزيد قيمه المقاومه بشكل ايه؟ بشكل لينير زي ما احنا ايه شايفين. اللي تاخد بالك لما نيجي نشتغل على حاجه زي كده ان تي درجه الحراره اللي انت بتقيسها والتي مود اللي هو الريفرنس تمبريتشر لازم يبقوا من نفس السكيل، اللي هو لو هم ديجري سنتيجريد يبقى لازم تستخدم ديجري سنتيجريد، او لو دي كلفن يبقى لازم الثانيه كلفن، وبالتالي يبقى ممكن تستخدم اي مقياس درجه حراره بصرف النظر عنهم، بس لازم الاثنين يبقوا معاهم، لازم الاثنين يبقوا نفس السكيل اللي موجود ايه؟ موجود معاهم. زي ما احنا شفنا العلاقه اللي موجوده معانا دي علاقه مالها؟ علاقه لينير. لكن هنا العلاقه اللي موجوده معانا هي فيها مشكلتين، ايه المشكلتين اللي موجودين معانا؟ مشكله الالفا اللي موجوده هنا ومشكله السيجما اللي موجوده تحت في الايه في التعبير ده. الالفا نفسها للميتالز العناصر المعدنيه او المعادن بتبقى صغيره جدا. قيمه التمبريتشر كوفيشن بتاعها صغير جدا للميتالز. اما الكوندكتيفيتي للميتالز بتبقى القيمه بتاعتها كبيره جدا. يبقى ده صغير وده كبير، فايه اللي حاصل؟ صغير جدا فوق وكبير جدا موجود عندنا في المقام،
يبقى اذا اي تغير في درجه الحراره لما يتحول لتغير في المقاومه يبقى تغير ماله صغير. ناخد مثال كده علشان توضح الصوره. لو احنا هنستخدم كفر، احنا قلنا ممكن السنسور ده نستخدم فيه الناس في التطبيقات الايه اللي عايز فيها كوست ايه رخيصه شويه. السيجما نون بتاعه النحاس 5.8 × 10 اس طبعا سيمن على المتر، فدي كونتاكتيفيتي عاليه جدا. ومن هنا ده يعتبر من احسن المواد التواصليه هو الالومنيوم زي ما احنا عارفين. لكن في نفس الوقت الالفا اللي هو التمبريتشر كوفيشنت اللي موجود معانا كام؟ 0.003 لكل دجري. يعني معنى كده الالفا دي ما بتتغيرش غير بمقدار كام؟ 39 × 10,000 كل سنتين. فلما تيجي تحط في المعادله تحط القيمه الصغيره جدا فوق في الايه في المصر وتحط القيمه الكبيره جدا في المقام وتغير درجه الحراره بتاعتك، كل دجري مش هتغير غير بمقدار 39 من متر. يعني مثلا انت هنا حطيت دي 20 هتقيس 21 هتدي لك قيمه معينه هتقيس 22 كده الفرق ما بين 21 و22 هو بس مين؟ ضربت دي مره. طب حتى لو ضربتها في 5 ضربتها في 10. فمعنى كده ان التغير في قيمه المقاومه في النوع ده من السنسورز ماله تغير صغير جدا. بيديني مثال في نفس المثال اللي فات، لو الكفر ده خد الكروس سكشنال اريا بتاعتي 1 × 10 ملم، هي مساحه مقطع صغيره جدا عشان مقاومته تبقى كبيره، واللينس بتاعه 1 متر. تخيل بقى مقدار درجه الايه؟ مقدار الريزستنس اللي هو بيديها لي هيديني درجه الحراره درجه المقاومه كام؟ 6.61 × 10 ثانية 5 اوم لكل دجري سنتين. كل درجة حرارة هتديني تغير فقط في قيمة المقاومة 6.6 × 10 ثانية 5، يعني يديني تغير في المقاومة بالمايكرو اوم. فواضح جدا ان القيمة دي مالها صغيرة جدا. وحتى لما نحسب البيز ريزيستنس، فاكرين البيز ريزيستنس اللي احنا سميناها الار نوت، تطلع كام هنا في حاله النحاس؟ 17 من 1000 اوم عند درجه حراره 20. لو جيت عوضت ايه؟ لو جيت عوضت ايه؟ فتلاقي ان التغير ده مقارنه بالبيز ريزيستنس يمثل فقط 39 من 100%، يعني 39 على 100 لسه كمان. فده تغير بسيط جدا. يبقى هنا ايه اللي حاصل؟ السنسور ده لتغير درجه الحراره بيتغير بمقدار صغير جدا في قيمه المقاومه. طب كده ينفع براكتيكال؟ ما ينفعش. علشان يبقى براكتيكال ايه الحل اللي موجود قدامنا؟ الحل اللي موجود قدامنا علشان السنسور من نوع الريزستنس تمبريتشر ديتكتور يبقى براكتيكال، واحد لازم يبقى اللينس بتاعه طويل جدا. لان المقاومه بتزيد بزياده اللينس. بالاضافه لكده السيكنس بتاعه يبقى صغير جدا لان المقاومه بتزيد بتقليل السيكنس اللي موجود معاه. بالاضافه لكده ان احنا نستخدم ماتيريالز الكونتاكتيفيتي بتاعتها منخفضه شويه ما تبقاش عاليه زي ما احنا شفنا في حاله مين؟ في حاله النحاس اللي موجود معانا. فده اللي هو اللي موجود معانا في الحاله دي. لذلك نتوقع ان السنسور ده حجمه ماله؟ حجمه كبير. والسنسور اللي بيبقى حجمه كبير الريسبونس بتاعه بيبقى ماله؟ ريسبونس تايم بطيء يبقى صغير. ليه؟ احنا لو خدنا ريسبونس تايم كده كل ما الميكانيكال سيستم او كل ما حجم السنسور او كل ما الحاجه دي زادت كل ما الريسبونس بتاعها ماله بقى سلو. الحقيقه اللي بيحصل عندنا هنا ان لو حبينا كمان نشوف ماتيريالز التمبريتشر كوفيشن بتاعها كبير شويه ده يبقى برضه افضل بكتير، صح؟ في الحاله دي لو انا قدرنا اجيب ماتيريال التمبريتشر كوفيشن بتاعها كبير يبقى اقدر احصل على سنسور براكتيكال لابعاد مالها عاد اصغر، لان ده هيتسبب لي ان الريزستنس بتاعت التغير فيها مقابل التغير في درجه الحراره هيبقى تغير كبير، وبالتالي ان انا اقدر اقرا قيمه التغير في قيمه المقاومه اللي طالعه هيبقى ماله هيبقى اسهل. طبعا القيم بتاعت الايه؟ بتاعت السنسور ده اللي لك مين؟ اللي لك المانيفاكشر في الداتا شيت بتاعه، يعني على سبيل المثال النومينال ريزستنس. يعني ايه النومينال ريزستنس؟ قيمه المقاومه الاسميه دي الار تي دي سنسور عند درجه حراره مين؟ اللي هو الريفرنس تمبريتشر اللي موجود معانا. ايضا بيدي لك مين كمان؟ بيدي لك المدى بتاعك، بيقول لك هو بيبدا يشتغل من درجه حراره كذا الى درجه حراره كذا، بيدي لك معلومات اخرى برضه زي مين؟ السيلف هيت، والسيلف هيت هنتكلم عليها كمان ايه؟ شويه الاكيورسي السنسيفتي، فيبقى كل المواصفات بتاعت السنسور بيديها لي مين؟ بيديها
الجدول ده بيوضح اشهر الميثودز اللي انا ممكن استخدمها في الار تي دي سنسور والكوندكتيفيتي بتاع كل واحد فيهم في السيمنز لكل متر بالاضافه لكده التمبريتشر كوفيشنت بتاعنا اللي اليونت بتاعته عباره عن ايه؟ بير ديجري سنتيجري. فلو بصينا هنا مثلا الكبر الكوندكتيفيتي بتاعته 5 8 10 10 اس 7 اما التمبريتشر كوفيشنت بتاعه اللي هو كام؟ 39 10000. اما لو جينا هنا مثلا بصينا على البلاتينيوم اللي هو الاختيار رقم واحد او الاختيار الافضل في هذا النوع من السنسورز نلقى ان الكوندكتيفيتي بتاعته 9.4 × 10⁶ يعني قلت عندها يبقى انت استخدمت كوندكتيفيتي اقل. لكن هنا بالنسبه للتمبريتشر كوفيشن بتاعنا في نفس الحدود بتاعه مين؟ بتاعه الكبر. يبقى هو من ناحيه الكوندكتيفيتي ماله افضل من الكبر في استخدامه في مين؟ السنسور بتاعه. بس هو احسن في ال هو 3 من 1000 لكن فوق ده 3 من ده احسن بقى 0.039 وزياده كمان عليها حاجه بسيطه ثواني بسيطه تمام. ودي متقاس عند مين؟ درجه 0°C. فده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمنتجات اللي هي موجوده ايه موجوده. الخطوه اللي بعد كده او المعلومه اللي جايه بعد كده الترانسفير فانكشن بتاع الار تي دي 6. الترانسفير فانكشن بتاعته بنحصل عليها بطريقتين. الطريقه الاولانيه ديت اللي هو بيكون المصنع للسنسور بيؤكد فيها ان هو ملتزم بستاندرد معين. يقول لي السنسور ده مصنع طبقا للستاندرد كذا. وبناء عليه خلاص انا اقدر اكتب الترانسفير فانكشن بتاعته. ازاي بقى؟ على سبيل المثال في ستاندرد في السنسور بتاعت التمبريتشر اسمه EN60751 وده بيتعلق بالمواصفات القياسيه للسنسورز اللي بتتكون من البلاتينيوم. فبيقول لي ان في الحاله دي الار تي دي بلاتينيوم سنسور موجود معانا الالفا بتاعته 0.00385. يعني لو المصنع قال لك انا ملتزم بهذا الستاندرد معناه ايه؟ معناه ان قيمه الالفا بتاعت السنسور اللي انت اشتريته قيمتها كام؟ 0.00385. وده اللي احنا بنسميه مين؟ الاوروبيان كيرف. في ستاندرز اخرى موجوده عندنا زي ستاندرد تاني بتستخدم علاقه 0.00392 ده الامريكان كيرف. وفي برضه لو انت بتستخدم انواع اخرى من البلاتينيوم او بتستخدم سبائك البلاتينيوم كل واحد له القيمه بتاعته. تعال نشوف بناء على القيمه اللي موجوده عندنا ديت ازاي نكتب الترانسفير فانكشن بتاعنا. لو انتوا فاكرين من شويه احنا رحنا كتبنا مين؟ ار اوف تي بتساوي قيمة مقاومة موجودة هنا سميناها ار نوت هناك وسميناها بيز ريزيستنس بس هنا هنسميها ار اوف زيرو اللي هي قيمة المقاومة بتاعة السنسور عند درجة حرارة 0°C مضروبة في 1 + α في تي. فاكرين المعادلة دي كده جت منين؟ احنا المعادلة بتاعتنا كانت مكتوبة ازاي؟ 1 × α t ناقص t. احنا هنا كده خدنا في الستاندرد ده خدت t نوت بتاعتنا بزيرو. وبالتالي اصبحت المقاومه دي كده مالها اللي هي كانت بتساوي ال على سيجما نوت في اس. السيجما نوت دي بتبقى مقاسه عند 0°C. وبالتالي اصبحت المقاومه دي اسمها مين؟ قيمه النومينال ريزيستنس لما اتكلمنا عليه في ستاندرز عن درجه حراره مالها 0°. واصبحت المعادله بتاعتي 1 + α في تي. مين الالفا بتاعتنا؟ لو الراجل قال لي انا ملتزم بالاوروبيان ستاندرد او الاوروبيان كيرف او ملتزم بالستاندرد تي ان 60751 افهم كده اوتوماتيك ان الالفا بتاعتي كام؟ اللي هي 0.00385. وبالتالي انا كده كونت مين؟ كونت الترانسفير فانكشن بتاعتي اللي احنا قلنا هي علاقه ما بين الانبوت والاوتبوت الموجود معاه. طبعا لحسن الحظ ان العلاقه دي مالها علاقه لينير. بس العلاقه اللينير دي مالها مش على طول الخط لان في مشكله هنا في دي اللي هو السيجما. السيجما في حد ذاتها بتتغير بتغير درجه الحراره وموجوده في المقام. فللاسف مع تغير درجه الحراره وتغير دي في المقام هي نفسها قيمه بيخلي العلاقه اللي موجوده معانا دي مالها نون لينير. فعلشان نحافظ على القيمه بتاعتنا باللينيرتي بتاعتنا
غير السنسور ده يفضل ان احنا نستخدمه في حاله مين؟ الاكسبانس الصغيره اللي تحديدا بتكون مالها حوالين النومينال تمبريتشر. يعني ايه نومينال تمبريتشر؟ عند زيرو يعني. مش انت السيري ديت عند زيرو ديجري؟ يبقى انت مثلا تقيس ما بين السالب 50 ديجري سنتيجري و 50 ديجري سنتيجري، يبقى تقيس عنه. في الحاله دي اتاكد تماما ان الابروكسيميشن اللي احنا عاملينه والمقاومه ديت كده اصبحت علاقه مالها؟ علاقه فاليد ونقدر نشتغل بيها عادي جدا. طبعا في السكشن دي تبدا تقارن مباشره على الحاجات دي. طب الطريقه الثانيه هي عباره عن ايه بقى؟ ان احنا قلنا ترانسفير فانكشن بالنسبه للنوع ده من السنسور ليها طريقتين. الطريقه الاولانيه ان المصنع نفسه يقول لي انا ملتزم بستاندرد معين، وبناء على الستاندرد ده اقدر اخد المعلومه بتاعتي. قال لي الامريكان كيرف يبقى اخد ديت، قال لي الكولومبيان كيرف يبقى اخد ديت، قال لي حاجه ثانيه يبقى اخد مين القيم المناسبه ليها واحطها في المعادله بتاعتي. الطريقه الثانيه بقى ان انا ابدا احدد الكوفيشنز بتاعت المعادله بتاعتي بناء على القياسات، بناء على الميجرمنت الحقيقيه اللي موجوده معايا. وده بيسمح لي ان انا استخدم علاقه للار اوف تي مور اكيوريت على العلاقه اللي فاتت. لان العلاقه اللي فاتت دي تعتبر مالها؟ تعتبر ابروكسيميشن او تعتبر علاقه تقريبيه. بيقول لي ايه بقى في الطريقه الثانيه اللي موجوده معانا؟ بنقسم بقى درجات الحراره. هل انت درجه الحراره اللي انت عايز تقيسها دي اكبر من الزيرو بديجري سنتيجريد ولا اصغر منه؟ قال لك لو انت هتبقى درجه الحراره اكبر من او تساوي زيرو ديجري سنتيجريد، في الحاله ديت الار اوف تي بتاعتك علشان نحسنها، فاكر المعادله البولونيه؟ انت بتحسن الدقه بتاعتك لنزود عدد الحدود اللي انا مستخدمها. احنا هنا المعادله اللي فاتت نزود عليها حد كمان. فهنا ار اوف زيرو في 1 زائد الفا تي زائد في اي في تي زائد بي في تي تلاته. بالقوه. فكده اصبح عندي الترم بتاعنا اللي احنا كنا واقفين عنده قبل كده، واصبح عندي الترم من الدرجه الثانيه، واصبحت المعادله هنا مالها؟ نان لينير. ايه المطلوب في الترانسفير فانكشن بتاعتنا ليه؟ ان احنا نحدد الكوفيشنز اي وبي. نحددهم ازاي؟ برضه نفس الحكايه. لازم الاول نقول احنا هنشتغل على ستاندرد ايه بالظبط. وليكن ستاندرد دي ان 60751، وبالتالي قيمه الالفا بتاعته بتاعت البلاتينيوم معروفه وموجوده في الجدول اللي موجود معانا. بناء عليها نبدا نعمل الميجرمنت بتاعتنا بالطريقه اللي حددها في الداتا شيت، ونطلع الكوفيشنز اللي هم الاي والبي اللي موجودين معانا. في الحاله دي هيطلعوا معانا على سبيل المثال A بتساوي 3.9 في 10 سالب 3 وB سالب 5.77 في 10 سالب 6. طبعا. انت لو في مساله او في اي حاجه احنا هنكتبها لك، تمام؟ يعني ده هيبقى ايه؟ هيبقى موجود. لكن انت بالنسبه لي قياسهم عمليا هو اصلا في الداتا شيت بيحدد لك طريقه القياس اللي بتطلعها. فبناء على مثال مثلا من القياسات اللي تمت احنا ممكن نطلع القيم. نفس المعادله اللي فوق ديت هتبقى صالحه لمين؟ لمدى درجه حراره اكبر من 0 ديجري سنتيجريد. اما لو درجه الحراره بتاعتنا اقل من 0 ديجري سنتيجريد فالمعادله اللي فوق ديت بيتم اضافه ترم كمان اضافي ليها، فبتبقى ار اوف تي بتساوي ار اوف 0 في 1 زائد ان في تي زائد بي اوف تي تكبير زائد سي في تي ناقص 100 في تي تكبير. علشان نحسن دقه قياس درجه الحراره عن طريق تغير قيمه المقاومه في درجات الحراره المنخفضه. لان في درجات حراره منخفضه هيبقى التغير ماله طفيف جدا، مفيش درجه حراره تعتبر موجوده ايه؟ موجوده عندك. ايضا بناء على الاستاندرد اللي انت بتستخدمه هتحدد الكوفيشنز الموجوده ايه؟ موجوده معاك. طبعا طريقه تحديد زي ما قلت لك موجوده في الداتا شيت، لكن احنا في المسائل بتاعتنا بيبقى الكلام ده كله ماله جيفن. المعادلات ديت المعادله ديت والمعادله ديت بنسميهم مين؟ كالندر فيرسون ايكويشنز او بولونوميال ايكويشنز. امتى نستخدم الطريقه ديت؟ بنستخدم الطريقه ديت عكس اللي فات. اللي فات كنا بنستخدمها لما انا هشتغل في مين؟ في سمول سبان، في مدى ضيق حوالين النومينال فاليو. اما انت هنا بقى لو عايز تشتغل في مين بقى؟ في سبان كبير جدا، او عايز تشتغل عن درجات حراره عاليه ودرجات حراره منخفضه، فبتستخدم الموديل بتاع النومينالز. في الطريقه الثالثه والاخيره ان احنا لا ممكن الكلام ده كله ندولك على صوره مين؟ ديزاين تيبلز. يبقى جداول كده يقول لك لو درجه الحراره كذا قيمه المقاومه تطلع كذا، درجه الحراره كذا قيمه المقاومه كذا، درجه الحراره كذا قيمه المقاومه كذا. فما عليك انك انت ايه؟ تحط السنسور تقيس درجه الحراره
هتغير المقاومه، قست المقاومه، تشوف المقاومه بتاعتك كام، تروح للجدول تشوفها تكافئ كام كدرجه حراره. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للنوع ايه؟ النوع الاخير اللي موجود معانا. طبعا قيم الـ A والـ B والـ A والـ B والـ C بتعتمد على قيمه الالفا اللي هي بتعتمد على الستاندرد. فبالتالي لو غير يبقى لازم برضه القيم دي واضح انها هتبقى ايه؟ تتغير معاك. السنسور ده هو التمبرتشر ريزيستنس ديتكتور، ده اتفقنا مع بعض ان هو مصنوع من الميتالز، والميتالز ديت للاسف المقاومه بتاعتها صغيره او الكونتاكتيفيتي بتاعتها كبيره، وبالتالي عشان السنسور بتاعنا يبقى براكتيكال اللينس بتاعه لازم يبقى كبير جدا والسيكنس بتاعه يبقى صغير جدا. فعلشان كده بنوصل للانواع العمليه. اول نوع عملي بقى في الار تي دي اللي هو بنسميه واير ار تي دي. واضح جدا ان هو بيكون الشكل بتاعه عايم مين؟ على هيئه واير او على هيئه سلك. هنا المشكله بقى بتاعتنا ايه؟ ان النوع ده من السنسورز المقاومه بتاعته صغيره، وبالتالي التغير مقارنه بيها في حد ذاته ماله صغير. وعلشان نحصل على مقاومه كبيره يبقى لازم نستخدم مين؟ لونج وايرز او نستخدم سيل وايرز. طيب احنا هنستخدم مين؟ هنستخدم لونج واير. بس للاسف ان انا هستخدم لونج واير خصوصا لو انا هتعامل مع البلاتينيوم في الحاله دي الكوست بتاعتها هتبقى عاليه جدا، تمام؟ ان انا استخدمت مثلا 10 متر من البلاتينيوم، البلاتينيوم ده عنصر مش رخيص، فبالتالي الكوست بتاعت النوع ده من الايه؟ من السنسورز هتبقى مالها كبيره. لما نيجي بقى في السنسور ده بنصنعه زي واير سنسور، الفكره بتاعت التصنيع بتاعته ان انا بجيب واير، والواير ده بنخليه السمك بتاعه صغير بحد كافي، وبعد كده بنبدا نلفه وبالقطر او بنسبه قطر صغير، تمام؟ وبعد كده بنعمله مين؟ بنحطه على سبورت او بنحطه على دعامه اللي هو الشكل اللي موجود قدامنا. يبقى بجيب الواير بتاعي اللي السيكنس بتاعه بيبقى مين صغير كفايه وايه بالطريقه اللي احنا عايزينها، بعد كده ببدا الفه بحيث ان الدايمتر بتاعنا بيبقى ايضا صغير، وبعدين بحطه جوه مين؟ جوه سبورت او حوالين دعامه علشان تبدا تعمل سبورت للكويل اللي موجود معانا. الدعامه ديت او السبورت ديت ممكن تبقى مصنوعه من المايكا او ممكن تبقى مصنوعه من الازاز، وفي حد ذاتها لازم تبقى مالها جيده التوصيل للحراره، ما تجيش هي نفسها تعزل درجه الحراره. الواير بتاعنا طبعا اللينس بتاعه ماله هنا؟ لما انا عملت لفيت بدل ما السنسور بتاعي 10 متر، لا انا صغرت كده السايز بتاع مين؟ بتاع السنسور اللي موجود معايا، تمام؟ طيب لو الواير اللي انا محتاجه في قيمه السنسور كان في حد ذاته صغير، في الحاله دي ممكن ما استخدمش سبورت. يعني شفتوا اللي هو التيستا كويل اللي انتوا عملتوه التجارب اللي انتوا شفتوها عندي، في ناس لفه الكويل ومش حاطه حاجه في المنتصف كده، صح؟ لان السكس بتاعه صغير، فبالتالي هو ايه؟ انا مش محتاج السبورت اللي موجود معايا، فممكن اسيبه ايه؟ اسيبه ملفوف كده هو بيدعم نفسه، او اسيبه كسلك مفلوف. بس احط له مين بعد كده؟ الانكلوزر، احط له الغلاف اللي هو موجود معايا. اللي بعد كده الواير كويل اللي موجود معانا ده لو اللينس بتاعه مثلا ايه؟ لو اللينس بتاعه صغير في الحاله دي بخليه مين؟ بخليه فري ستاندنج، يعني واقف ايه؟ واقف بحد ذاته. فده اللي هو واير 1 ار تي. لما نيجي بقى لمين؟ للنوع الثاني اللي موجود معانا، او هو برضه نفس الحكايه بالنسبه للواير اللي موجود معانا. لو انا عايز ابدا اعمل له عمليه تغليف، الاغلفه اللي احنا ممكن نستخدمها ممكن نستخدم ايفاك ويت بلس تيوب ازاز مفرغ، وابدا احط مين جواه الواير كويل اللي احنا لفيناه في السلايد اللي فاتت، وابدا من خلال الايه الانكلوزر او من خلال التيوب ديت ابدا اطلع مين الرجول بتاعه التوصيل بتاعتي اللي هو بيبقى حاجه بالشكل ده. هنا جواها مين ديت؟ جواها الواير بارت دي ملفوف، غلفته، ممكن اغلفه بازاز، ممكن اغلفه بستانلس ستيل، ممكن اغلفه باي مكان، وفي الاخر بطلع مين؟ بطلع الطرفين بتوع التوصيل اللي موجود معايا. النوع الثاني من انواع الايه؟ الغلاف اللي انا ممكن اعمله بيه انكابسوليشن اللي هو بيبقى هاي كوندكتيف ميتال. وده في حاله ان انا عايز اعمل ايه؟ مثلا ممكن بيبقى مصنوع من ستانلس ستيل في حاله ان انا عايز اسمح بيه توصيل جيد لدرجه الحراره. الحراره ابدا انقلها بنقل ايه؟ بنقل جيد بدل ما استخدم مين؟ بدل ما استخدم الجاز. وده في حاله ان انا عايز السنسور بتاعي يشغل مين؟ الريسبونس بتاعه فصل. طبعا احيانا ممكن كمان الغلاف بتاعنا يبقى من نوع مين؟ من نوع السيراميك، وده في حاله مين؟ ان انا لما استخدم السنسور ده في تطبيقات درجه الحراره بتاعتها عاليه
جدا في السيراميك هيعمل مين؟ هيعمل سنسور في حد ذاته. يبقى ده انواع التكييف الموجوده معانا. السنسور بتاعنا اللي هو على شكل واير ده ممكن نعمله على شكل فلات. نعمله على شكل فلات ازاي؟ ان هو يبقى بشكل مين؟ بشكل مسطح. وده امتى؟ لما يبقى الاجسام اللي انا عايز اقيس درجه الحراره بتاعتها مسطحه، فلما اجي احط السنسور استخدم سنسور كده ملفوف على مين؟ ملفوف على سبورت زي ده، ولا استخدم سنسور مثلا يبقى ايه؟ يبقى فلات عليه؟ لا، لما يبقى فلات يبقى درجه الايه؟ درجه التوصيليه بتاعته مالها هتبقى كويسه. في انواع اخرى برضه بتختلف باختلاف التطبيق، بيبقى سنسور على شكل مين؟ انسيرتد، يعني يلف حوالين الحاجه اللي هو ايه؟ هيقيس درجه الحراره بتاعتها. فدي كلها انواع مختلفه منه. شايف السنسور ده؟ السوست بس من غير سبورت، لان هو بيدعم نفسه لان اللينس بتاعه صغير. في ده ماله ده فلات زي اللي موجود هنا، اما ده ملفوف جوه وحاطط حواليه مين؟ كوندكتيف ميتال كلوزر، تمام؟ برضه ده شكل اقل مين؟ شكل اقل للسنسور، السنسور كله ملفوف هنا، ودول الاطراف بتاعت التوصيل. بس حتى ملاحظ ان اطراف التوصيل هنا ثلاثه، تمام؟ لسه هنتكلم عليها في التفاصيل. فده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للوضع. لما نيجي نصنع ار تي دي واير سنسور، الاكيورسي بتاعته او البرسيشنز بتاعته عاليه جدا، فالبلاتينيوم او الاستبان بتاعت البلاتينيوم الاختيار رقم واحد نتيجه الخواص الميكانيكيه والخواص الحراريه الكويسه جدا. لان البلاتينيوم لو بصينا عليه هنلاقيه مستقر كيميائيا حتى عند درجات الحراره العاليه، فبالتالي مش هيتغير تركيب السنسور. بالاضافه لكده مقاوم للاكسده، مش هيتاكسد، لان في مواد كتيره لو انا رفعت درجه الحراره بتتاكسد زي الحديد على سبيل المثال. بالاضافه لكده ليه كيميكال بيورتي عاليه، وده هيبقى مفيد لو انا اصنع اسلاك السلك بتاعها رفيع فمفيش شوائب موجوده معايا. بالاضافه لكده بيقاوم عمليه الصدا ويقدر يتحمل ظروف بيئيه صعبه. دي كلها مميزات البلاتينيوم، لذلك هو الاختيار رقم واحد. بس للاسف البلاتينيوم ماله؟ الكوست بتاعته عاليه جدا نتيجه ان انا بحتاج لينسز كتيره منه عشان المقاومه صغيره. البلاتينيوم ممكن يستخدم في قياس درجه حراره تصل الى 850 وتقل لحد ما توصل لسالب 250 ديجري سنتيجريد. ده بالنسبه لي. بس لو جينا بصينا بقى على العيوب بتاعت البلاتينيوم، نلقى ان البلاتينيوم ماله؟ حساس جدا للاستنين، اي ضغط موجود عليه بيبقى حساس جدا، وبالتالي قيمه مقاومته بتبدا تتغير طبقا لتغير الاستنين الموجود معاه. غير كده لو حصل اي تلوث كيميائي ايضا هو حساس جدا، لذلك البلاتينيوم فيما بعد بنستخدمه كمين استرين سنسور وبنستخدمه ككيميكال سنسور لانه حساس للحاجات دي. فانا لو مش عازله كويس ومش حميه للاسف الحاجات دي هتبدا تاثر. من الناحيه الثانيه الكوندكتيفيتي بتاعته مالها عاليه وبالتالي مقاومته قليله، بالتالي هو محتاج لينس كبير جدا علشان نقدر نعمل سنسور براكتيكال. وفي الحاله دي التكلفه بتاعته هتبقى مالها عاليه، والحجم بتاعه فيزيكال حجم سايز يبقى حجمه كبير، وطالما الحجم بتاعه كبير ايه اللي هيحصل؟ ريسبونس صغير. او من الناحيه الثانيه مش هيبقى مناسب لقياس درجه الحراره في الاماكن اللي معدل تغير درجه الحراره فيها عالي، يعني المكان ده سخن جدا، المكان ده اسقع منه، المكان ده اسقع، يعني درجات حراره مختلفه، ما ينفعش السنسور. لان انت هتيجي تحط السنسور، اول السنسور بيشوف الحراره غير اللي بيشوفها في النص غير اللي بيشوفها في الاخر بتاعه، يبقى كده شايف درجه حراره مختلفه. يبقى السنسور ده نتيجه ان هو فيزيكال دارك يبقى مش هيبقى مناسب في حاله مين؟ قياس درجات الحراره اللي الميديانس بتاعها يعني معدل التغير بتاعها مع المكان بيبقى عالي، لان هو هيبقى ابعد من التغيرات في درجه الحراره اللي موجوده ايه موجوده من. طيب الحل الثاني بقى، لو التطبيق اللي موجود معاك تطبيق الطلبات بتاعته متوسطه يعني ليست ديماندنج ابلكيشنز مش محتاج يعني مثلا استابيليتي عاليه، درجه الحراره برده مش محتاج نقيس درجات حراره مثلا عاليه، في الحاله دي بنرجع لاستخدام الميكب والنحاس ومواد اخرى. المواد دي بتبقى التكلفه بتاعتها مالها اقل تكلفه. على حساب مثلا النيكب على سبيل المثال ممكن نستخدمه في قياس درجات حراره بتبدا من سالب 100 لحد 500، اقل من اللي فوق. بس مشكله النيكب ايه؟ ان العلاقه ما بين الريزستنس والتمبريتشر مالها مطلقه. ده المشكله بتاعت النيكب اللي هو موجود ايه؟ موجود معانا.
الماده الثانيه اللي احنا ممكن نستخدمها هنا في صناعه الدوائر الرقميه ان احنا ممكن نستخدم مين؟ النحاس. النحاس الحقيقه الميزه اللي هو بيمتاز بيها هنا ان النيرف بتاعته هتبقى عاليه لان الكونتاكتيف بتاعته لحد ما ثابته مع درجات الحراره الموجوده معاه. يمكن بس استخدامه في درجات حراره من كام؟ من سالب 100 الى 300. يبقى اذا انت هنا بتبدا ايه؟ تغير البلاتينيوم بمواد اخرى بناء على انك انت بتدفع كوست مين؟ البرفورمانس بتاعك. بدل ما كنت بتقيس من سالب 250 ل 850 لا انت بدات ايه؟ تقلل الكلام ده. لو انت هتستخدم السنسور فقط عند درجات حراره عاليه ممكن تستخدم مين؟ التنجستر. التنجستر اللي هو كان مستخدم في اللمبات القديمه بتاعتنا بتاع زمان لان ده ماده ممنوع تقدر تستخدم درجات حراره عاليه. الار تي دي ممكن نصنعه بطريقه ثانيه، يبقى هو كده بيتصنع بطريقه مين؟ واير. ممكن يبقى فلان. الطريقه الثانيه والاخيره بتاعته اللي هو بيبقى سين فيلم. بص اول ما تسمع كلمه سين فيلم معناها ان انا بجيب الماتيريال بتاعه السنسور وببدا ارسمها على سبستريت معين. بعمل لها عمليه ترسيم. الترسيم ده ممكن يجي ازاي؟ ان انا اجي في مكان اجي الماده بتاعت الايه؟ بتاعت السنسور وتاكل البلاتينيوم مثلا او النيكل او النحاس وابدا اسخنها لدرجه التبخر تبقى متبخره بعدين ابدا اعمل لها ترسيب على مين؟ على السبستريت اللي موجوده معايا. هو ده اسم السيلفين. او ممكن اخد الماتيريال بتاعتي واحولها بشكل سائل وبعد كده ابدا اعمل لها مين؟ سباترنج على السبستريت بتاعي، ارشها على السبستريت بتاعي. فاول ما ارشها هيحصل لها ايه كده؟ تبوظ شويه. يبقى في الطريقه دي في السيلفين سنسورز الموجود معانا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل ترسيب لسن لير من الماتيريال المناسبه اللي انت عايز تستخدمها سواء كانت بلاتينيوم او اي ماتيريال اخرى. الماتيريال اللي انت هتستخدمها هترسمها على مين؟ على سبستريت. السبستريت ديت لازم تبقى مالها سيرم ستيبل اللي ده بيكون عند درجات حراره عاليه. التوصيليه بتبقى نون كوندكتنج بالنسبه للتيار الكهربي، ماده عازله يعني، تمام؟ زي السيراميك. وفي نفس الوقت تبقى مالها موصل جيد للحراره. فاللي بيحصل عندي ادي السيراميك سبستريت اللي هو موجوده تحت ديت وببدا ارصب عليها البلاتين مثلا او سبيكه من البلاتين فبتبدا تغطي السطح كله. بعد كده بنبدا نعمل مين؟ بنعمل ريتشنج للباترن بتاعنا لشكل المسار بتاعنا. نبدا نعمله ايه؟ نعمل تاكل ليه ونظبط المسار اللي موجود معانا. المسار بتاعنا بياخد اشكال كتيره جدا لكن اكتر شكل بيبقى موجود معانا ان احنا بنسميه مين؟ منتر شيت. عارف يعني ايه منتر شيت؟ اللي هو الشكل الصعبان. فتلاقيه السنسور ماشي معاك، ادي كان ماشي الناحيه دي خلاص كده مش محتاج تعمل فيه حاجه، تلقاه ماشي ايه؟ شكل صعبان. طبعا في ايه؟ في كثافه اكتر من كده يعني بيبقى كده جنب بعض كتير، جنب بعض كتير كده تمام؟ ففاكرين لما احنا قلنا الريزستنس بتاعته قليله فبالتالي محتاجين نستخدم ايه؟ لينس كبيره. فاحنا ديت نقدر نعمل مين؟ لينس كبير جدا على مساحه صغيره زي ما احنا شايفين. فده اللي بيحصل. بعد ما انا خلاص عملت الايتشنج تمام؟ ابدا بعد كده اغلفه في مين؟ يا اما في ايبوكسي، الايبوكسي حاجه نوع من انواع الايه؟ البلاستيك. او في الجلاس علشان نبدا نعمل لها ايه؟ نبدا نعمل لها حمايه. طبعا هنا لما بنيجي نبص عليه بعد عمليه التغليف النوع ده من السنسورز بيبقى سمول سايز. الحجم بتاعه بيبقى ماله؟ بيبقى صغير جدا. لدرجه ان اللينس بتاعه بيبقى ماله؟ فيو مليمترز. وبالتالي كده انا ايه؟ تغلبت على مشكله الحجم الكبير اللي كانت بتواجهني سابقا. بالاضافه لكده الريزستنس بتاعته بتكون في حدود 100 اوم. وممكن نحصل على مين؟ على مقاومات اعلى تصل لحد 2000 اوم. كل ده انت لو بصيت على الاشكال بتاعته زي ما قلت لك بزود مين؟ بزود الباترن اللي موجوده معايا. والباترن ديت لما جيت بتعمل لها ايش من طريق تصنيع الاي سيز ممكن تقدر تخلي السيتس بتاع كل واحد ماله رفيع جدا فانت عمال بتزود في قيمه المقاومه، بتزود في اللينس اللي موجود ايه؟ اللي موجود معاك. الميزه الرئيسيه بتاعت النوع بتاع السنفل سمول و ان اكسبنسيف لان طرق التصنيع ديت نفس الطرق المستخدمه في الاي سيز ودي بتلاقي الطرق مالها بنسميها ميتشر. ميتشر يعني ايه؟ بقت يعني في متناول الايد، اي حد يقدر يصنع حاجه خلاص بقينا ايه؟ بقينا اساتذه فيها والمكونات بتاعتها موجوده. فده اللي موجود لما نيجي للبارت دي كونكشن سبايس نوصلها ازاي؟
طب ايه سبب الكونكشنز سبايكس دي؟ في طرق توصيل، لان في مشكله. اي سنسور من اللي انت شفتهم حتى الان دول ليه طرفين توصيل، وطرفين التوصيل دول لابد انهم يبقوا الميتال، وميتال متوافق مع الميتال المصنوع منه السنسور. وللاسف الميتالز دول بيبقوا موجودين في نفس بيئه درجه الحراره الموجوده معايا، وبالتالي قيمه مقاومتهم بتتغير، وهم في حد ذاتهم ليهم مقاومه. قيمه المقاومه بتاعتهم ممكن تسبب لي مين؟ تسبب لي ايرورز في القراءات الموجوده معايا. فايه اللي بيحصل؟ الار تي دي احنا قلنا بشكل عام تمتاز ان المقاومه بتاعتها مالها صغيره، صح؟ خصوصا في حاله النوع بتاع الواير اللي موجود معايا. فعلشان كده لو انت عايز القياسات بتاعتك تبقى بالشكل البريسايز بالشكل الدقيق، المفروض ان الريزستنس بتاعت الليد وايرز بتاعت الاطراف اللي موجوده معاك مالها؟ اللي مصنوعه من ماتيريالز كومباتبل مع الاكسترنال سيركتس لازم تاخدها في الحسبان. لان المشكله ان الريزستنس ديت بتبدا تتغير مع تغير درجه الحراره، وبالتالي انت لما تيجي تقرا المقاومه انت تقرا المقاومه ما بين طرفين السنسور ولا طرفين السنسور اصلا عن طريق الاطراف بتاعته؟ عن طريق الاطراف بتاعته، بس السنسور لسه كان موجود جوه. فيبقى انت كده بتاخد مقاومه الاطراف مع مقاومه السنسور، وده بالتالي يضيف مين؟ للايرورز اللي موجوده معانا. ونتيجه ان مقاومه السنسور في حد ذاته صغيره، فاي تغير في مقاومه الاطراف هيبقى فعال بالنسبه لها، هيبقى مؤثر، هتبقى قيمه مالها مش صغيره مش كبيره. فبالتالي احنا محتاجين نعمل ايه؟ نتغلب عليها. لذلك دايما تبقى النوع ده من السنسورز الكوميرشال سنسور اول ما تشتريها بيبقى بيحتوي على طرفين، ده النوع اللي احنا ما بنقدرش نعالجه، ثلاث اطراف او اربع اطراف. ليه بقى الثلاث اطراف والاربع اطراف اللي موجودين معانا دول؟ عشان يسمح لي ان انا اعمل كومبنسيشن لمقاومه الاطراف اللي موجوده معايا. كان اسرع مني؟ ازاي حضرتك متخيل ان انا مستقيم افضل ربع ساعه؟ يعني ربع ساعه كده الأرض.
سبت مين انا كده؟ ما سبتش غير المقاومه بتاعه السنسور بتاعي. فكده عملنا ما يسمى مين كومبنسيشن. فمهما اتغيرت دي ومهما اتغيرت دي ومهما اتغيرت دي مش مشكله، لان بالطريقه دي انا قدرت اتخلص من مين؟ اتخلص من تاثير مقاومه الاطراف. هنا برضه بيديلك امكانيه ايه؟ امكانيه برضه تحكم اكبر، برضه هنا امكانيه ايه؟ تحكم اكبر. يعني هنا مثلا ادالك الطرفين لوحدهم، عارف الهدف منهم ايه؟ الاثنين توازن مع بعض تحت تاثير درجه الحراره اللي هيقيسها السنسور. تتغير كام المقاومات بتاعتك؟ بنفس تغير كام المقاومات اللي موجوده ايه؟ موجوده هنا. الاثنين دول متوصلين والاثنين دول متوصلين على التوازي، اعرف دول، اترحم من دول، اتخلصت منهم. طبعا طرق التوصيل على فكره الى حد ما معقده، يعني انت روح دور بس كده على الار تي بي كونكشن سلايد تلاقي متوصلها في قنطره، والقنطره ديت لا خد الاطراف ديت مش كذا وخد الاطراف ديت بكذا. ولو جبت مودلز عمليه من السنسور اللي بثلاث اطراف ولا اربع اطراف هتلاقي الافشنتي يقول لك توصل الثلاث اطراف دول ازاي والاربع اطراف ايضا توصلهم ازاي. لكن كده احنا خدنا مين؟ خدنا فكره ازاي نقدر نتخلص من مقاومه مين؟ من مقاومه الاطراف اللي موجوده معانا. اللي الجزء اللي بعد كده المشكلة اللي بعد كده اللي هي مشكلة السيلف هيت. زي ما احنا اتفقنا كل انواع السنسور اللي هناخدها النهارده ديت كلها من نوع الاكتف، وعرفنا قبل كده الاكتف سنسور هو السنسور اللي محتاج مصدر طاقة خارجي علشان يبدأ يشتغل. فانت هنا محتاج توصل بطارية علشان تسحب تيار منه علشان ده تبدأ المقاومة بتاعته تتغير وتبدأ تقسم. وللأسف أي كوندكتور أو أي ميتال بيبدأ يمر فيه تيار، التيار ده بيعمل باور ديسيبيشن على هيئة الهيت. ديت احنا بنقدر نمثلها باور ديسيبيشن ده اللي هو عباره عن مين؟ ايتر بيرفع ار. يبقى بالتالي انت لو جيت في السنسور بتاعك ورحت رفعت مين؟ رفعت التيار علشان تقدر تقيس بيها مقاومات اكبر. للاسف نتيجه رفع التيار هيبدا يزود قيمه الباور ديسيبيتد، والباور ديسيبيتد ديت هتفقد على هيئه هيت. الهيت ديت في حد ذاتها هتبدا تغير من درجه حراره السنسور، علشان كده بنسميها سيلف ايه؟ سيلف هيت. طبعا الاي هو عباره عن مين؟ الكرنت دي سي، الكرنت اللي انت سحبه من البطاريه عشان يشتغل، والار اللي هو المقاومه بتاعت مين؟ بتاعت السنسور. فلازم تبقى واخد دي في الحسبان علشان تطلعها من القيم الخطا.
لحسن الحظ ان الداتاشيت بتاع اي سنسور المفروض بيحتوي على هذه القيمه، ان بيجي لنا في السبيسيفيكيشن بتاعتك يقول لك بقى مقدار الزياده في درجه الحراره باللون الباور. يعني لو الباور اللي موجوده معاك المسحوبه من البطاريه 1 واط، ال 1 واط ده يا ترى هيزود في درجه حراره السنسور قد ايه؟ فانت لو عرفت المعلومه دي تروح تعمل ايه في القراءات بتاعتك؟ تطرحها من القراءات بتاعتك. يبقى السبيسيفيكيشن بتديني مالها؟ بتديني التمبريتشر انكريز لكل وحده باور، فبتديها لي دي سنتيمتر كل ايه؟ كل ملي متر باور. فبالتالي كديزاينر انت بتروح عامل مين؟ تاخد بالك في القراءات بتاعتك انك انت بتشيل القيم دي. القيم دي بتتراوح ما بين كام؟ ما بين 1% ديجري ديجري سيلسيوس لكل ملي واط الى 2.1 ديجري سيلسيوس لكل ملي واط. اعتمادا على مين؟ ده فرق كبير جدا ما بين القيم ده. اعتمادا على السنسور بتاعك انت عامل له كولينج بشكل ايه؟ هل انت عامل له تبريد ولا مش عامل له تبريد؟ فالكولينج ده يا ترى انت في هواء متحرك ولا ستاندنج اير ولا خط موصله على هيد سيت ولا عامل له ايه بالظبط؟ ولا هو السنسور نفسه كمان عمليه القياس بتتم مثلا في ميه ساكنه ولا ميه متحركه، في هواء ساكن ولا هواء متحرك؟ كل ده بيفرق في مين؟ في الريسبونسر. فكل المشكله هنا ان احنا بس ايه؟ نعرف السبيس بتاعتنا بتكون ايه علشان نقدر نطلعها من قيمه القراءه بتاعتنا. الحاجه اللي بعد كده بالنسبه للار تي دي سنسورز اللي هي الريسبونس تايم. فاكرين الريسبونس تايم؟ هو الزمن اللي بياخده السنسور علشان يوصل في الاستجابه بتاعته لقيمه معينه، القيمه دي في الغالب ممكن بتبقى 50% من القيمه النهائيه او 90% من القيمه النهائيه. الريسبونس بتاع معظم التمبريتشر سنسور باستثناء بطيء. اي تمبريتشر سنسور على فكره بياخد وقت كبير عشان يقيس. الوقت ده اللي هو بيبقى في حدود يتراوح من 1.1 سكند ليصل ل 100 سكند في بعض الانواع. يعني انت السنسور اللي بتستخدمه في الهواء ممكن ياخد 100 ثانيه. يعني تخيل كده سنسور بيقيس بتاع الارصاد الجويه بتاعتك، فاكر بمجرد ما تحطه كده يقيس؟ لا، ده بياخد وقت كبير علشان يبدا يقيس. لكن في الميه مثلا الارصاد المباشر بيصل لكام؟ 1.1. اتفقنا مع بعض ان الريسبونس تايم ده بيقيسه مين؟ الزمن اللازم علشان السنسور يوصل ل 50% من القيمه النهائيه او 90%. دي مستخدمه ودي مستخدمه. الواير ار تي دي للاسف كده متوقعين ان الريسبونس بتاعها ماله؟ سلوب. ليه؟ السايز بتاعها كبير، الفيزيكال سايز بتاعها. لكن من الناحيه الثانيه السيمبل ار تي دي متوقع ان الريسبونس سايز بتاعها ماله؟ اصغر شويه، لان زي ما احنا قلنا السايز بتاعها اصبح ماله في حدود الملي ميترز اللي موجودين معاها. طب الريسبونس تايم قيسه ازاي؟ اجي السنسور بتاعي مثلا احطه في تلج، تمام؟ كده هو موجود في درجه زيرو، صح؟ وفجأة أروح شايل السنسور بتاعي كده بعد ما اطمنت واتأكدت إن هو قاس زيرو ديجري سنتيجري، وبعدين أروح حاطه في مين؟ في مية داخل كده، كأني طبقت عليه مين؟ ستيب بتشينج في التمبريتشر، درجة حرارة كانت بتاعة التلج فجأة حطيته في مية بتغلي، يبقى أنا كده طبقت عليه مين؟ اللي هو الستيب بتاعته. مش انت علشان تقيس الريسبونس بتاع السيستم كنا بنطبق مين؟ بانس ديوريشن معين، ابدا طبقها من زيرو لواحد ديوريشن معين. روح شوف بقى الاند جيت او الجول بتعمل ايه بقى؟ امتى تبدا تستجيب للايه؟ للخارج بتاعها. نبدا بقى نستنى السنسور بقى بقاله امتى بقى يبدا يغير درجه الحراره بتاعته وتزيد في طريقها لحد ما توصل لل 100. ممكن تقف عند 50% بس كلنا ان الريسبونس تايم ده 50%، وممكن تقف عند 90% من الدرجه النهائيه اللي انت متوقعها، تمام؟ تبدا تحسب الزمن، الزمن ده اسمه ايه كده؟ الريسبونس تايم. فعلى سبيل المثال 50% ستيدي ستيت، معناه ايه 50% ستيدي ستيت؟ معناه ان السنسور هيوصل لقيمه درجه حراره تساوي مين؟ الانيشال فاليو بتاعته اللي هو كان لسه بادئ بيها زائد 50% من القيمه النهائيه اللي المفروض يوصل لها في حاله ان انا طبقت عليه مين؟ ستيب تشين. وقلت لك طريقه الستيب تشين في الايه؟ في التمبريتشر سيستم بتحصل ازاي؟ فده اللي احنا بنسميه مين كده؟ 50% ريسبونس تايم. طب 90% ريسبونس تايم هيبقى عباره عن ايه؟ انك انت تطبق الداتا دي بتاعتك ديت وتستنى السنسور لحد لما يوصل لكام؟ ل 90% من القيمه النهائيه زائد ايه؟ زائد الانيشال اللي موجود. انت لو مش فاهم بالظبط، يعني مثلا احنا قلنا ان احنا حاطين سنسور في الثلج انا دلوقتي في الانظمه الالكترونيه مثلا، تمام؟ عندي اند جيت،
كاركتر، انت كنت لو وبقيت هاي، يعني انت مدخل واحد المفروض هو كده كان ايه؟ كان هاي ينزل لو. بس هل ده بيتم في نفس اللحظه اللي اتغير فيها ده ولا لا؟ احنا بنبدا نقيس الديلي هنا، فده اسمه كده مين؟ طبقت ستيب تشين، تغير على هاي ستيب، فجاه كنت في مستوى بقيت في مستوى ثاني، طف الميه وفي السيلز وفي الكلام ده كله، ده ازاي ستيب تشين؟ ان احنا نيجي الاناء في الاول والاناء ده مليان مين؟ ايس، وحاطين السنسور بتاعنا كده كانك انت عامل في مين؟ حاطط الانفرتر بتاعك في حاله مين؟ وقايس درجه الحراره اللي هي تعتبر كده الانيشن، فجاه تروح شايل ده وحطه في ميه بتغلي. المفروض يقيس 100 صح؟ 100 دجري سيلسيوس، بس هل هيقيسها فورا ولا هياخد وقت؟ فيبقى انا كده الريسبونس بتاعها بص كده عليه كان بادئ من زيرو، هو عمال يزيد 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 في طريقه ان هو يوصل لل 100. انا هدي مثلا هنا ايه؟ هو المفروض يوصل ل 100، ممكن اقف عند ال 50، اول ما يقرا 50 ستوب. اسم الزمن ده، الزمن ده اسمه كام؟ 50% ريسبونس تايم. اول واحد تاني يقول لك مش هو المفروض كان يقيس 100، انا اول ما يوصل 90 اقيس الزمن، يبقى عند درجه حراره 90 اقيس الزمن بتاعها. الزمن ده اسمه ايه كده؟ 90% ريسبونس تايم. واضحه كده فكره الستيب ازاي بتطبقها في الحراره؟ لما اسف ان هي من السبب اللي اسف لا هو كده ريسبونس تايم، يعني هو ده هو كده اسمه تعريف ريسبونس تايم. زي هنا التغير الزمن اللي لازم يتغير من 10% ل 90% في الدوائر الرقميه، تمام؟ فده كده ريسبونس تايم. اول مثلا لو ريسبونس تايم ده 1 سكند والتمبريتشر سنسور الثاني 5 سكند، يبقى اكيد ال 1 سكند انت عارف ان هو سليم، لان هو بيصل في 90% من القيمه النهائيه في ثانيه واحده. وصلت؟ طب هو ازاي مثلا بيفرق الوقت؟ يعني احنا قلنا مثلا اصلا 5% من الكيرف بتاعه. لا انا دلوقتي بص مش الاناء الاولاني انا عارف درجه حرارته، والاناء الثاني مش انا عارف درجه الحراره بتاعته، فكده السنسور بتاعي انا بحطه هنا علشان اوقفه كده انيشال عن الزيرو. ولما حطيته في الاناء الثاني انا كده متوقع النهايه كام؟ انا عارف ان هو لازم يقيس 100 درجه لان ده درجه غليان الميه، تمام؟ فانا هنا ببدا ابص على السنسور هو عمال يغير في المؤشر بتاعه. لما يوصل والايه والتغير مش لحظي، لا هياخد فتره هو عمال يزيد تدريجيا وصولا لل 100. لا انا هبدا اقيس من اول ما طلعته من هنا وحطيته هنا لحد ما يوصل مثلا ل 50 دي جي بس او ل 90 اللي هو 50% من القيمه النهائيه او 90% من القيمه النهائيه. وصلت كده الفكره؟ ده بالنسبه للريسبونس ايه؟ الريسبونس سيليكون ريزيستيف سنسور يعتبر انا اخترته اللي هو النوع اللي فات، بس بدل ما انا بستخدم ميتال هستخدم سيليكون داكتور سيليكون تحديدا. ايه بقى اللي بيحصل في السيليكون داكتور؟ السيليكون داكتور زي ما قلت لك عند درجه الصفر المطلق لو بصيت على الماتيريال بتاعتي الاه فيلنس باند وكونتكشن باند. عند درجه حراره الصفر المطلق الفيلنس باند بيبقى ممتلئ للاخر مفيش فراغ، والكونتكشن باند بيبقى فاضي تماما وبالتالي لا يمكن توصيل درجه الحراره. لكن في السيليكون داكتورز ممكن ناخد الكترون موجود في الفيلنس باند وننقله للكونتكشن باند لو انا اكسبت الطاقه المناسبه. الطاقه دي لازم اجيبها له من مصدر خارجي. الطاقه المناسبه دي بنسميها باند جاب انرجي. طاقه لازم وبتختلف باختلاف نوع السيليكون داكتور ماتيريال. يعني في حاله السيليكون دي 1.1 الكترون فولت. في حاله الجاليوم دي 7.1 الكترون فولت، يبقى هي بتتوقف على مين؟ نوع الماتيريال اللي انا بشتغل عليه. طيب الطاقه الاضافيه دي لو اكتسبها الالكترون في الفيرنس باند يقدر يتحرك ويروح للكونتكشن باند ويبقى حار التوصيل. الطاقه الاضافيه دي بتيجي منين؟ ممكن تيجي عن طريق حراره هيت تسخين، وممكن تيجي عن طريق اشعاع. الاشعاع ده ممكن يبقى ضوء ساقط الفوتونات فيها طاقه، وممكن يبقى الكترومغنيتيك، وممكن يبقى نيوكلير راديشن. احنا مهتمين بمين بقى؟ بالهيت. يبقى احنا كده هنفترض ان السيليكون تعرض لدرجه حراره زياده، بالتالي بعض الالكترونات اكتسبت طاقه كافيه راحت في الكونتكشن باند وسابت مكانها اماكن فاضيه بنسميها الهولز اللي هي شحنتها منجبه. الالكترونات اللي موجوده فوق كده بتبدا حره التوصيل، يبقى اصبح اماله ايه اللي حصل؟ التوصيليه بتاعت السيليكون داكتور زادت الكونتكتيفيتي يعني، وبالتالي الريزستيفيتي بتاعته قلت، وبالتالي المقاومه بتاعته قلت، بس قلت نتيجه
كونتاكتورز زي السيليكون هتبدا تقل، وبالتالي السيليكونتاكتورز الميول كده مالها نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنز اوف ريزيستنس، معناها ايه؟ تزيد الحراره تقل مقاومتها. بس السيليكونتاكتورز نادرا ما بستخدمها في الصوره البيور، لكن احنا بنعملها ايه بقى؟ البيور معناها ايه؟ سيليكونتاكتور معناها انترنسك ما فيهاش اي شوائب، لكن احنا في الحقيقه بنبدا نضيف لها شوائب معينه. الشوائب دي من خلالها نقدر نغير الخواص بتاع مين؟ السيليكونتاكتور، ونقدر نحولها الى نوع من اثنين، يا اما ان تايب سيليكونتاكتور ماتيريال او بي تايب سيليكونتاكتور ماتيريال. ان تايب سيليكونتاكتور ماتيريال معناها ايه؟ حطيت فيها شوائب تحتوي على الكترونات فري اكتر من الهولز، ده بقى كده مين؟ حاملات الشحنه الاكثريه الكترونز، اصبح اسمها ان. اما البي تايب حطيت فيها شوائب حولتها مين؟ الهولز اكتر من الالكترونز. احنا هنا في السنسور بنشتغل على الان تايب سيليكونتاكتور سيليكون. دكتور هو طب ال هتلاقي طالب بس صح؟ ايه؟ بس السنسور. بس السنسور. لا. شغال انا بدي له الكرات بعد ده نكملها ونشوف هنتكلم على مين احنا بقى. ان تايب سيليكون، الان تايب سيليكون ده حطيت فيه شوائب من نوع معين، شوائب كماسيه بالمناسبه، طبعا عارفين الكلام ده، زي مين مثلا؟ زي الارسنك، تمام، وزي الفوسفور دي بيبقى فيها خمس الكترونات، لكن السيليكون فيه اربعه، فكده بيبقى فيه روابط ما بين اربعه، فيه واحد ايه؟ واحد زياده. السيليكون اللي من نوع ان تايب لو درجه الحراره بتاعتي اقل من 200 ديجري سنتيجريد في الحاله دي بنصرف كما لو كان بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت اوف ريزيستنس، يعني بنصرف زيه زي المتلز. يعني ايه؟ تزيد درجه الحراره تزيد المقاومه اللي موجوده معاها، فهنا اصبح ايه؟ اصبح بوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت. اما لو درجه الحراره زادت فوق ال 200 في الحاله دي بتتحول لمين؟ يرجع مره ثانيه لنيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت. عارف ليه؟ درجه الحراره 200 دي درجه حراره كبيره جدا بالنسبه للسيليكون دكتور، هي نفسها بتطلع الكترونز من الفيلانس ده مالهاش دعوه بالدوبنج، يعني كده رجعت كما لو كانت مين؟ بيور سيليكون دكتور، تمام؟ لذلك لو انت هتشتغل بشغل عملي وتستخدم السيليكون كسنسور يبقى تعمل حسابك ان درجه الحراره اللي هتشتغل بيها اقل من 200، لان احنا عايزينه مين؟ زي الار تي دي، ده سيليكون بيزد ار تي دي سنسور، يبقى هعمل له دوبنج رقم واحد نو ان تايب، وهحكم الشغل بتاعي اقل من 200، اكتر من 200 كده استقبل مين؟ بوزيتيف تمبريتشر، بقى نيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت هم مش عايزين. ايه بقى الفكره بتاعته؟ ان الكوندكتيفيتي بتاعت السيمي كوندكتور ماتيريال بتعرض بالعلاقه المشهوره اللي احنا كلنا عارفينها، شحنه الالكترون مضروبه في تركيز الان كاريرز في الموبيلتي بتاعت الالكترونز زائد التركيز بتاع البولز اللي هو البي تايبس دونرز يعني، تمام؟ في مين؟ في الموبيلتي بتاعت البولز. ده بشكل عام. بس لو الماتيريال بتاعتي ان تايب يبقى معناها ايه ان تايب؟ الان اكبر بكتير جدا من البي، وفي الحاله دي الكونتاكتيفيتي هنا هتبقى عباره عن مين؟ ايه؟ في ان في ميو ايه؟ ولو البي هي الاكبر بكتير جدا من ان في الحاله دي الكونتاكتيفيتي هتساوي مين؟ ايه؟ في بي في ميو اتش. يبقى واضح ان الكونتاكتيفيتي بتعتمد على مين؟ على التركيز بتاع الشوائب والموبيلتي بتاعتها، والتركيز والموبيلتي بيعتمدوا على نوع السيمي كوندكتور ماتيريال المستخدمه اللي موجوده ايه؟ موجوده عندنا. احنا اتفقنا مع بعض هنشتغل مين؟ ان تايب سيمي كوندكتور سيليكون. يبقى ال ان تايب قد الكوندكتيفيتي بتاعته، البي تايب قد الكوندكتيفيتي بتاعته، لكن احنا هنشتغل على اللي موجود عندنا ايه؟ موجود عندنا فيه. يبقى اذا طب فين تغير درجه الحراره؟ فين تغير درجة الحرارة عشان استخدمه كسلسلة؟ الـ N أو الـ B والـ ميو N أو الـ ميو B temperature dependent، تركيز الشوائب أو تركيز الكاريرز
يبقى مقاومته مقارنة بالميتالز مقاومة كبيرة. بتاعة الميتال قلت لك في حدود كام؟ اومز او تنز اومز. ده بتكون المقاومة بتاعته في حدود كيلو اومز زي ما هي في السلايد دلوقتي. في مشكلة هنا ان اعتماد الان واعتماد اليوم ان على التمبريتشر بيبقى نون لينير. ففي نوع من النون لينيرتي. بس النون لينيرتي اللي موجودة عندنا ديت ممكن نقللها بقدر الامكان عن طريق ان احنا نتحكم فيه الكونستراكشن استيشن بتاع الدوكمنت المناسبه اللي موجوده معايا. فبالتالي نقدر ايه؟ نقدر نظبطها كويس جدا. الميزه بتاعته ان السنسيف بتاعته مالها اعلى بكتير جدا من بتاعت الميتال بيست اللي موجوده معانا. وبس المشكله بيشتغل على حدود درجه حراره 30 اقل من 200. فبالتالي المدى بتاع التمبريتشر اللي انت هتقيس فيه نانو اصبح نار مقارنه بالميتال. دكتور بس هو ال تي سي تحت ال 200 ولا فوق ال 200؟ لا بي تي سي تحت ال 200، ان تي سي فوق ال 200. شغالين ان تي سي ولا بي تي سي؟ لا ان شغالين بي تي سي. اه هو ده اللي هو الديتكتور الاولاني اللي احنا شغالين عليه اللي هو ريزيستنس ايه؟ تمبريتشر ديتكتور. بس ده نوع السيليكون. يبقى انا عايزه زي الميتال. ماشي. بوزيتيف تمبريتشر كونفشنز. يبقى انت شغال تحت ال 200. بالتالي يبقى كده السيليكون ريزيستنس سنسور مانو. نون لينير. بس ممكن نتحكم في الميتال نوعا شويه. سنسيتيف بتاعته مالها عاليه شويه مقارنه بالميتال في حدود نص الى 7.10 الى كل ديجري سنتيجري. تمام. ده بالنسبه للسنسيتيفيتيز اللي موجوده معاك. الماده بتاع درجه الحراره اللي بيشتغل فيه بتقل من سالب 55 الى اقل من 200 يعني في حدود ال 150. فيزيكالي هو صغير بيتصنع من سيليكون شيب. والسيليكون شيب ديت ببدا اوصلها مين؟ اثنين الكترود عن طريق ان انا بعمل بوزيشن لميتال ليهم واوصلهم وبعد كده بعمل لهم انكابسوليشن. ممكن الانكابسوليشن ده استخدم في مين؟ البوكسي او الجلاس اللي موجود معانا. المقاومات المتاحه عندنا في حدود كام؟ 1 كيلو اوم. في مشكله سيلف هيت انا ما فيش مشكله؟ اي ماتيريال بوزيتيف تمبريتشر كونفشن فيها سيلف هيت. ده اكتف سنسور. لازم توصل مصدر خارجي علشان يمر تيار يحدد قيمة مقاومة. التمبريتشر تغير قيمة المقاومة تبدأ تكسر فده أكتر. يبقى في عندنا مشكلة مين؟ السيلف هيت. علشان نتغلب على مشكلة السيلف هيت يبقى الكرنت بتاعنا ماله؟ ما تعليش قوي. تخلي الكرنت ده ماله؟ أقل قيمة ممكنة. أنت ممكن تبدأ تشتغل إيه عليه. وبشكل عام السيليكون بيزد ريزيست أو السيليكون ريزيست سنسور بيمتاز بمين؟ سامبل أند إكسبنسيف. لكن الايه؟ الاكيورسي بتاعته مالها؟ ليميتد ما بين 1% الى 3%. هو الجهاز ده ليه مثلا حصل؟ هو كان بيطلع كرنت لما مثلا مسخن السنسور 1% تقريبا كان بيعمل اللي هو البالانس باند والدكشن باند. ايوه ماشي. بس درجه الحراره هتطلع لك كام؟ هتطلع لك 20 الكترون 5. مش هتقدر تقيس قيمه التيار اللي مر ده صغير. هي ايه؟ يبقى في تيار محمل انت عليه وهو يحصل فيه فريش بزياده او بنقصان علشان تقدر تسنسه. تمام؟ طبعا معلومه مش هتاثر كتير. ده اللي هو الترانسفير فانكشن بتاع السيليكون ريزيستنت سنسور درجه الحراره الام وادي الاوت بتاعنا الريزيستنس بتاعتنا. تمام؟ ده القيم اللي موجوده معانا. طب وايه القيمه دي؟ فاكرين اللي هو النومينال ريزيستنس والقيمه الاسميه اللي هو بيحدد لك قيمه المقاومه بتاعت السنسور ده عند درجه حراره معينه بالنسبه للسيليكون عند درجه حراره 25. فاكر قبل كده كنا بنحدد عند كام؟ زيرو. زيرو ديجري. الترانسفير فانكشن ده ممكن نكتبها على عين مين؟ معادله ار اوف تي بتساوي ار اوف زيرو. فاكر الار اوف زيرو قيمه الريزيستنس عند الريفرنس بتاعنا اللي هو ممكن يبقى 0 ديجري 25 20 على مثلا في 1 زائد A في E ناقص E نوت. لان احنا عشان نشيل لسه الريفرنس لو خدت ده ب 0 خلاص يبقى هيتشال وترجع المعادله بتاعتنا اللي احنا عارفينها. تمام. في B في E ناقص E نوت لكل تربيع زائد higher order terms. ايه؟ لا higher order terms. الاوردر اللي هي كلمات من الاوردر الاعلى. اللي انت لو محتاج تزود الاكيوراسي تضيف منه، مش محتاج خلاص اكتفي باللي موجود هنا. طبعا مطلوب انك انت تحدد مين؟ الاي والبي ولو في سي والكلام ده.
ريزيست، مقاومة حرارية. بتتصنع من ايه؟ من سيمي كوندكتور ميتال اوكسايد. ليها ايه؟ تمبريتشر كوفيشنس عالية، وبالتالي متوقع السنسيتيفيتي بتاعتها عالية. تمبريتشر كوفيشن عالية يبقى ايه؟ كل ما تتغير درجة الحرارة دي تغير كبير في كلمة المقاومة الموجودة معاها. بس هنا بنستغل الخصائص بتاعة السيمي كوندكتور ك نيجاتيف تمبريتشر كوفيشن، على عكس السيليكون كسيمي كوندكتور لا، بس انا طعمته بحيث ان هو يشتغل بوزيتيف تمبريتشر كوفيشن تبقى زي الميتالز، تمام؟ ولذلك حددت درجه الحراره. لكن هنا انا هشتغل مين؟ نيجاتيف تمبريتشر كوفيشن. طبعا ليها ريزيستنس عاليه جدا عند الريفرنس تمبريتشر اللي هي في الغالب بناخدها 25 ديجري. قيمه الترانسفير فانكشن بتاعته ليها علاقه مشهوره اسمها ار اف تي بتاعت الثرمسترز تساوي ار مود. مين الار مود؟ المعنى اللي هي ريزيستنس عند الريفرنس تمبريتشر في اي اس بيتا. مين البيتا؟ البيتا ده ماتيريال كونستنت، يعتبر باختلاف الماتيريال اللي انت هتشتغل عليه. في واحد على تي هي درجه الحراره اللي انت هتقيسها، ناقص واحد على تي مود اللي هو مين؟ الريفرنس اللي انت بتقيس عليه. ده بالنسبه للمعادله اللي موجوده معانا. واضح جدا ان ده مايو نون لينير، صح؟ ده اكسبوننشال نون لينير. فده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للترانزستور اللي موجود معانا. خلي بالك العلاقه ديت ابروكسيميت، بس هي اوسط علاقه ممكن ناخدها معاها في علاقه ثانيه، بس احنا مش هنخش قوي في التفاصيل اللي موجوده معانا. ايه رايكم نجيب العكس بتاع العلاقه ديت؟ يعني بدل ما نجيب علاقه ما بين المقاومه ودرجه الحراره، نجيب العلاقه ما بين درجه الحراره والمقاومه. نقدر نجيبها؟ اه سهل جدا. ار مود كونسيبت يبقى تروح هناك مكسوره. والايوس سالب بي ده، البيتا ده الماتيريال كونستنت باختلاف الماتيريال في كونستنت، والتي مود ده الريفرنس تمبريتشر ايضا كونستنت. يبقى الترم ده كله على بعضه يروح هناك. يبقى ار اوف تي مقسوم على ار مود في اكسبونشال كذا هيساوي ايوس بيتا على تي. انا عايز التي ده اخد مين؟ لان طرفين. يبقى لان اللي انا وديته هناك ده بيساوي لنا الاكسبوننشال، لنا الاكسبوننشال اللي ضيع الاكسبوننشال، يبقى كده بقى معاك مين هنا؟ بيتا على تي. طب انت عايز تجيب التي، يبقى التي تروح والبيتا الكل اللي موجود هنا ايه؟ تخلف. تي تساوي بيتا على لن ار في تي على ار نوت في اكسبوننشال. وضحت؟ فده العلاقه اللي هي برضه هنا. العلاقه دي كده بتفيدني في ايه؟ ان انا لو عايز اعمل كالكوليشن بالطريقه العكسيه، مش انت هنا بتختار درجه الحراره بتقيس مقاومه؟ لا، احنا هنا بنعمل لك ايه؟ نقول لك كل مقاومه المفروض تدي لك كام درجه حراره، تمام؟ هي بس كده في الجزئيه. الجزء اللي باقي بقى الايه؟ تصنيعها. عمليه البرودكشن بتاعتها بتاخد ثلاث اشكال. الشكل الاولاني اللي هو بيت ثيرموستاتس، اللي هو شكل الحبه. شكل الحبات. ايه؟ على سنة. ده ايه بقى اللي بيحصل؟ بنجيب حاجز بامبا ناو كده من الميتال اوكسايد، عشان انا قلت لك ده الميتال اوكسايد سيمي كوندكتور من الميتال اوكسايد. والحاجز الصغير ده هو خلاص ده اللي بيشكل مين؟ السنسور بتاعك. وتروح موصله البيتز بتاعتك الرجول بتاعته الاطراف. الرجول ديت في الغالب ممكن ناخدها منين؟ بلاتينيوم، تمام؟ لو انت هتشتغل على هاي كواليتي، وممكن تشتغلها من كبر او كبر الوي لو انت هتستخدم مين؟ سنسور الاستخدامات اللي هي ايه؟ الرخيصه. يبقى ادي الفوليوم عباره عن مين؟ ميتال اوكسايد. وبعدين الاثنين ليدز اللي موجودين معاك اللي هم مصنوعين من البلاتينيوم او بلاتينيوم الوي، لو انت هتستخدم في تطبيقات هاي كواليتي، اما تطبيقات ايه؟ رخيصه، يبقى دول مصنوعين من الايه؟ من الكبر الموجود معاك. بعد كده البيتات او الحبايه ديت تبدا تعمل لها ايه؟ كوتينج، تغطيها. الكوتينج ده ممكن يبقى مين؟ جلاس او ايبوكسي. ودي تعتبر من اصغر تمبريتشر سيستم موجود، السمولست. وادي الشكل بتاعها. يبقى ده اللي هو البيت، وده اللي هو الانكابسوليشن موجود معاه. الطريقه الثانيه لتصنيع السنسورز دي اللي هو مين؟ التشيب. شريحه لطيفه. ايه اللي بيحصل؟ ادي الاوكسايد اللي موجود معانا، وبعدين بنبدا نعمل ديبوزيشن ايه؟ الميتال اللي فوق بيوصل للاطراف بتاعتنا من هنا. وبعدين بنروح عاملين مين؟ الانكابسوليشن بتاعنا. اشكال عمليه، بص ادي شكل الحبايه او العدسه اهي، تمام؟ وموجودين في النص. وادي شكل مين؟ الشيب اللي هو
عامل زي ديسك كده، وممكن نخلي الاطراف بتاعتنا من نفس الناحيتين من فوق، او ممكن واحد من فوق واحد من ايه واحد من تحت. ده بيبقى مين؟ سيرفيس الكترونز. الكترونز السطحيه موجوده ايه؟ موجوده معانا، متوصله بمين؟ متوصله بالاطراف بتاعتنا. ميزه ده عن ده، نحن ممكن نقدر نعمل له تريمنج. تريمنج يعني نقدر ناكل منه بالايه؟ بالدقه. فبالتالي نقدر نتحكم في قيمه المقاومه اللي موجوده معانا. فهنا المقاومات بتاعتنا نقدر نطلعها بسبيسيفيك فاليوز، تمام؟ فهي محدده. تريمنج معناها انك انت تعمل عمليه تقابل، تمام؟ ازاي ممكن اعمل كده؟ هو مش بشكل محدد الشركه عاملاها ولا ايه؟ لا، ده كله بنصنع بتقنيات السيمي كوندكتورز. طبقه الاوكسايد ديت في اتش ان، في مواد احماض تاكل منها وتتحكم فيها في الزمن بتاعها والتركيز، تقدر تعمل اللي انت عايزه. بس مش انت، ده بيتكلم اثناء التصنيع. النوع الثالث والاخير اللي هو مين؟ اسمه ديبوزيتد سيرمسترز اون سيراميك سبستريت. يبقى في سبستريت من السيراميك، وبعد كده ببدا اعمل ديبوزيشن مين؟ للاوكسايد او اللي هو الميتال اوكسايد بتاعها. والنوع ده بيصنع بنفس التقنيات اللي احنا بنستخدمها في صناعه الانتجريتد سيركتس. وفي النوع ده بيقول لك بيطلع مين؟ السيرفر سيمي كوندكتر برودكشن ميثودز، نفس الطرق الاوكسيديشن والكوزيشن والكلام ده كله. ادي مثال مين؟ والنوع ده قبل ما اتكلم على المثال بيبقى مفيد في حاله ان انا عايز سنسور يبقى مع الانتجريتد ديفايسز، مع دوائر متكامله مثلا، يبقى في مذر بورد وحاطط مثلا اي سيز، وعايز احط كمان السنسور ماله مدمج مع المذر بورد اللي موجوده معاك. فالنوع ده بيبقى ايه؟ مناسب. ايه؟ مناسب جدا. او بيبقى مناسب مع مين؟ مع الكومبلكس سنسور. عارف يعني ايه الكومبلكس سنسور؟ اللي بيبقى معاه دوائر اخرى، تكبير، فلتر، معالجه، تخزين، مش عارف ايه، تمام؟ زي مثلا المستخدم في الراديشن سنسور. اللي موجود قدامنا ده مثال للسيرمسترز اللي هو مصنوع من ايه؟ ديبوزيتد سيرمستر موجود على طبقه سيراميك. الليرز اللي هم باللون الدارك دول هم دول السنسور. اما الباقي ده دوائر ثانيه. زي ما انت شايفها مالها دائره بلمبر، يعني تقدر تستخدمها كما لو كانت اي سي. تمام؟ نيجي بعد كده عمليه التغليف. عمليه التغليف بتاعتنا زي برضه السنسورز الثانيه على حسب نوع التطبيق. ممكن تستخدم البلس، وده يعتبر جود ايه؟ جود انكابسوليشن. ممكن تستخدم الايبوكسي، وده بالنسبه لمين الايبوكسي؟ قلت لك ده نوع من البلاستيك، ده في التطبيقات الايه؟ الرخيصه جدا. وممكن لو انت عايز تزود الهيت ترانسفير او البيئه اللي انت هتشتغل فيها، بيئه ليها مواصفات خاصه، فبتبدا تستخدم مين؟ الستانلس ستيل جاكيتس، تمام؟ اللي هو بتقدر مغطيها ليه؟ فيبقى ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للانكابسوليشن اللي موجود معاك. طبعا واضح جدا الانواع الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عنهم دول كلهم مالهم؟ صغيرين، وبالتالي الريسبونس تايم متوقع ان هو يبقى ماله؟ لا، الريسبونس تايم صغير. سريع يعني. تمام؟ نتيجة الفيزيكال سايز اللي موجود معاك. طبعا معظمهم ال بي سي ديفايسز. بس هل ممكن نعمل بي سي ديفايسز منها؟ ممكن. باستخدام ماتيريالز خاصة. يبقى البي تي سي سيرفسترز ممكن تتصنع باستخدام سبيشال ماتيريالز. زي مين مثلا سبيشال ماتيريالز؟ زي البي اي تي اي او سي اللي هو فاليو تيتانيت، تمام؟ ده الماتيريال دي طبعا نحط لها الدوبنج المناسب في الحاله دي اصبحت مين؟ بوزيتيف في الميلاتشر كوفيشنز، تمام؟ والماتيريالز دي ممتاز لان الريزستنس بتاعتها عاليه، لكن المارجنال بتاعتها مالها ايضا عاليه. عارف ده لما بتحول لبي تي سي الريسبونس بتاعه بيبقى شكله مين؟ ستيب شاطر. وده معناه اي تغير في درجه الحراره هتجيلك تغير كبير في قيمة المقاومة اللي موجودة ايه؟ موجودة معاك. ولذلك ده هيعتبر مين؟ السنسيف بتاعته اعلى من ال بي سي. لكن عموما ال بي سي مش هي الشائعة، الشائع في النوع ده هو مين؟ ال ان بي سي. طب ايه الشائع ان بي سي؟ هو شائع ال بي سي اللي هو مصنوع من الاوكسايد والجدل والكلام ده كله، واعتمادا على اختصاص السيمي كوندكتور اللي احنا كلنا عارفينه.
بي سي مثلا ايه اللي هي الخاصيه اللي موجوده عندنا تاني؟ انك انت لو جيت وصلت المصدر جوه ودرجه الحراره بدات تزيد والكرنت، وعارفين طبعا درجه الحراره بتزيد في المنتجه اللي هي بي تي سي كده بتزود المقاومه، ولما تزيد المقاومه يقلل التيار، ولما يقلل التيار اللي بيمر الهيت سيفيشنت يقل، يبقى مشكله السيلف هيت مالها هنا؟ مش موجوده. فديت الخاصيه دي يبقى معناها ايه؟ كانت اوفر هيت ديو تو سيلف هيت، ما ينفعش يتسخن نتيجه السيلف هيت. وده كان في هنا خاصيه ايه؟ Intrinsic protection، كانت كان في خاصيه حمايه داخليه. فهو ده اللي استخدمه. امتى بقى نستخدمه؟ البي تي سي لو تطبيقات درجه الحراره بتاعتها عاليه جدا ده كده ايه هيفيدني. طبعا من الناحيه الثانيه الان بي تي سي سيرفيسز طبعا هيبقى فيها اوفر هيت افكت موجود ايه؟ موجود معاها. بالنسبه ليه المدى بتاع درجه الحراره اللي انت بتشتغل عليه، المدى بتاع درجه الحراره بتاع السيرفيسز عموما اكبر من السيليكون ار تي بي اللي هو اضراب ما بين كام؟ ممكن يوصل ل 1500 ديجري سنتيجريد من فوق وتحت يقل لحد كام؟ سالب 72. لكن فاكرين السيليكون؟ اقل من 200 كان موجب 150 وتحت سالب 55 ديجري سنتيجريد، لكن ده ماله؟ اعلى منه. وعموما السنسور ده يعتبر في الاستخدامات بتاعت الكونسيومر. يعني ايه كونسيومر؟ يعني زينا كده الناس المستهلكين العاديين. يعتبر ده مين؟ السنسور اوف تشويس. ده الاختيار رقم واحد. ليه؟ سايز صغير، تكلفه مالها كوست قليله، الانترفيسنج سعر بسيط. فيما بعد دايره الانترفيسنج اللي هي موجوده عندنا دي. هو طالما البي تي سي يعني اوحش حاجه في السيرفيت، طب البي تي سي ده مش هو لا، بس ده بص سبيشال ماتيريالز. غاليه. سبيشال ماتيريالز دي غاليه. ده انت بص الماتيريال باريوم غالي، ودي استراليوم غالي. استراليوم ده من العناصر الارضيه النادره جدا اللي انت اصلا ما بتسمعش عنها. اسم الله. فعلشان